ليه تقرأ تجاهه؟ هو يعني شنو؟ لا شنو عليها؟ همزة وضمة. يلا سوي عليها شنو؟ يلا سوي الهمزة فوقها. عافية. زين انت قلت تا، شنو يعني تا؟ يلا حط لنا يا تهجاها. اكتب لي كتاب. كتاب تهجاها. ممتاز. صفقوله هجوها ورا. كتاب كتاب كتاب. صفقوله. يلا احمد ليك اكتب لي امينتو. تو تجهرها. يلا يا مان. يلا يا مان اكتب لي تدعو. احسنت بطه تجاها. احسنت. صفقوله. يلا محمد اياد تعال اكتب لي يدعو. صعد ايدك لفوق، انت طويل، صعد ايدك لفوق. ايه يلا تهجوها. ابراهيم يلا على الصبورة اكتب لي يقرأوا. يقرأوا. يلا اكتب لي يقرأوا. عافية. تجوها ورا. يلا زيد. يلا زيد. صفقوا لابراهيم. اكتب لي كلمة مآرب. تجاها. ما آ آ شنو عليها؟ مد. عافية. ما آ بو. أحسنت. ممتاز. صفقولة. يلا عبد الله همام على السريع حفيدك اكتب لي آدم. صعد ايدك لفوق. آ شنو نحط عليها؟ مدة. يلا المدة. عافية. آدا. ممتاز. صفقولة. يلا محمد نبيل. محمد نبيل اكتب لي كلمة آحاد. تجاه. آحاد دو. تجاه. أحسن. صفقولة. يلا يونس رافت. يونس رافت اكتب لي. صعد ايدك لفوق. اكتب لي آبار. آبار. أحسنت. هجوها وراء. صفقولة. اكتب لي القرآن. تجاها. تجاها وراء. صفقولة. يلا ميتة. يلا يا ميتة اكتب لي هنا اكتب لي آيات لجوا. تجاها. آيات. آيات. آيات.
ثلاثة جوهرة. صفقوا نفسكم.